أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن معارك عنيفة ما زالت تدور بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية في محيط حي التجارية في الرمادية. ونقل مراسلنا عن قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي أنه لم يتبقى للتنظيم سوى 3 أحياء فقط من محور شرقي الرمادي، إلا أن القوات العراقية تتقدم ببطء بالنظر لتحصن عناصر التنظيم في المنطقة والمقاومة الشرسة التي يبديها للدفاع عن مواقعها. من حي البغانم شرقي الرمادي تقدمت القوات العراقية نحو منطقة الإسجارية المترامية الأطراف، وهي ثاني أكبر أحياء الرمادي، وعلى محيط الحي يستميت تنظيم الدولة الإسلامية في الدفاع بالسيارات المفخخة والانتحاريين والقناصة الذين انسحبوا خلال 3 أسابيع من 50 حيا في مركز الرمادي، ليتجمعوا أخيرا في المحور الشرقي الذي يتألف من أحياء الإسجارية وجويبة وحصيبة الشرقية، وسط توقعات ضباط ميدانيين بأن المعركة تحتاج إلى غطاء جوي دقيق ومكثف يستهدف أماكن التنظيم دون إصابة المدنيين المحتجزين بالحي، ما يجعل مهمة القوات العراقية أكثر صعوبة، لا سيما وأن هذه الأحياء ترتبط عبر جزيرة الخالدية بمدينة الفلوجة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار.